مسيح قام حقا قام معايدة بتصير واقع حياة لكل شخص مسيحي بعد سبت النور ولا يوم الصعود التحية بتصير بين العالم المسيح قام حتى ما ننسى أبدا أنه إلهنا حي قلبنا صار هيكله أو مسكنه عايش همي ومسؤولياتي حزني وفرحي ومعاناتي ولما ننسى انه القائم من بين الاموات قادر انه قوم مسيره حياتي من اعوجاجها وانحرافاتها، قادر انه يكون مصدر فرحي، قادر يخلق ولاده جديده بحياتي وبحياتك. من مريم تيفي منترافق سوا على الهواء بعده فقرات منوعه وطبعا بدايتها مع الاب بيتر حنا، ماذا بعد قيامه الرب يسوع من الموت؟ التلاميذ اضطربوا، خيب ظنن إلى أن حل الروح القدس عليهم شددهم لا بالبشارة هل حدث القيامة محصور بتلاميذ يسوع من أكثر من ألفين سنة أم بخصني وبخصك هل رح تعيشوا تقليد وفرح عيد ورجعنا لحياتنا اليومية بعد صوم أربعين يوم وجهاد روحي أم رح نستفيد من فضائل الصوم للعيش مع المسيح وله فقط لو سهل فيك أبونا بيتر المسيح قام حقا قام طبعا نحن اليوم موضوعنا ماذا بعد القيامة انتهى الصوم وما بنرجع للصوم إلا بعد خميس الصعود أول جمعة بتكون بعد الخميس هي بتجي الصوم كيف بقدر عيش حدث القيامة وش بحييك جورج الله يخلينا اياك هالتلفزيون المبارك وكل اخوتنا المشاهدين المسيح قام حقا قام حقا قام شو حلوه هالعباره المسيح قام حقا قام يعني بالحقيقه قام يعني ما انه خيل لانه التلاميذ كانوا خايفين انه هالقصه اللي عاشوها تكون خلص انتهت كرمال هيك طلعت هالعباره ايه بالحقيقه يعني ايه صدقوا حياه مع الله, الله الله موجود الله حاضر الموت ما ربح وشو حلو اليوم الانسان بعد هالقيامه يرجع يتذكر انه آه الله هو المنتصر وكل عناصر الموجو... الموت الموجوده بحياته لها نهايه شو بعد القيامه؟ القيامه هي هي كل القصه شو بده يكون في بعدها؟ شو بعد حزننا قيامه شو بعد موتنا قيامه شو بعد يأسنا قيامه؟ القيامه هي لازم تكون آه هالملتقى اللي لازم نوصل له بعد كل الألم اللي نحن منقرر نعيشها مع الله. إذا بدنا نعيشها لحالنا أو بدنا نعيشها من دون الله ما بعرف وين تاخذنا. ولكن الحياة يا جورج بكل هالالام اللي فيها، بكل الاختبارات اللي فيها تصبح جميلة إيه؟ وقت اللي نحن بنلبسها هذا الثوب، ثوب الحب اللي علمنا إياه الرب، اللي خيط لنا إياه الرب يسوع. يسوع شو عمل على الصليب؟ خيط لنا ثوب. الله ليك بأيامكم في صلبان تختلف بحجمها ولكن انا حاعطيكم كلمه السر اللي من خلالها بتجملوا كل هالمشهد وبتخلوه ينتقل ايه او يتغير إلهنا وهون بتخيل لازم نركز على العباره جورج إلهنا إله التغيير إله اكثر من التغيير التحويل مش معقول هالإله كيف بيحول الاشياء يعني اذا بتقرا الانجيل كله بتلاقي يسوع شو عم يشتغل بس؟ عم يحول هالشي لشي تاني ايه؟ وانت حياتك اليوم بكل الاحباط اللي فيها الله قدران يحولها لاجمل قصه حب واجمل قصه بطوله ولكن بدك تتعلم منه ما بيكفي نقول له المسيح قام حقا قام وكان عباره بونجور بونجورين الله معك الله يحفظك لا وبرجع لحياتي العالم لا وهون السؤال اذا بدنا نسال يا جورج سؤالك ماذا بعد قيامة الرب؟ قيامة الإنسان اليوم نسأل نحن المسيحيين هل قام المسيح في حياتنا؟ هل نحن قياميين؟ شو يعني نحن قياميين؟ يعني هل نحن شهود؟ شو بنقول نحن بعد المسيح قام حق قام؟ نحن شهود على ون... ذلك شو يعني؟ يعني أنا شاهد للقيامة شاهد لانتصار الحياة على الموت شاهد لانتصار الحب على الكره والحقد شرح. بحياتي بحياتي اكيد مش لانه انا ما شفت قيامه يسوع ولا بلا. اجيال ما شافوها بلا بس بحياتي بشوفه على بلا. ضوء على ضوء شغله بحياتي جورج كلمه الشهاده هون تاخذ معنى اخر مثل ما عم بتقول انا ما شهدتها بالعين المجرده ولكن انا لمستها بقلبي يعني انت بتلمس رحمه ربنا بتقدر تطلع وتشهد لرحمه ربنا بس اذا انا ما صار في قيامه بحياتي ما سعيت الله معناتها انا ما عم بشهد على شيء عم بحكيها حكي ماشي هذا ما قصدي هون النهايه بتصير وقت اللي كل هال... متل ما كنت عم تقول جورج بمقدمتك الحلوه انه معقول هذا حدث اجتماعي انتهى خلص يلا اخذنا البيضه فقسنا البيضات وخلصنا هول... ايه؟ اكلنا معمول هودي كلهم حلوين ولكن حياتك ناطره من الله اكثر والله ناطر تعطيه الفرصة تغير حياتك اكثر اليوم الله منو شخص تفرح معه دقيقه او دقيقتين ساعه وساعتين يوم ويومين ربنا عنده الباور انه يغير حياتك كلها يقلبها يقلبها نحن عم نحكي عن تلميذ كانوا صيادي سمك صاروا صيادي بشر لك هالتحويل اللي صار نحن عم نحكي عن لعازر كان ميت وقام نحن عم نحكي عن امراه كانت زانيه على وشك ان ترجم وتموت صارت شاهد وطلعت تبشر بالحب الحقيقي ايه لك شفت التغيير اللي عم اقول عنه نحن شهود لمشهد اجرام عقوبي صلب ايه صرنا عم نحكي باكبر مشهد فيه حب بتاريخ الانسان طب كيف هيك الينا لانه عنده الباور انه يغير ويحول الامور ويعطيها معناها فاذا حتى نكون مور سبيسيفيك الله اليوم شو قدران يعمل بحياتك قدران يضخ حب قدران يغير نظرتك للامور وقدران يعطيك الفرصه انه من خلال كل شيء انت تعيش معنى حقيقي إيه؟ ويحررني ويشفي جروحاتي النفسيه بيحول لي نظرتي شور نعم من المحل آه اللي انا بركز عليه الانسان ضعيف دائما بيركز على النقص الله بي... الله نقص بيخبرك. بحالي ونقص بغيري نقص بكل شيء <applause> سبحان الله يعني بيكون عندك كل شيء مثلا ايه صحتك منيحه صحة ولادك منيحة بس فتش على ناس وعندك بيت وبس تضايقت شوي بقصة ابنك بالمدرسة بتحس الحياة كلها يأست الله بيعطيك الفرصة انك انك تقشع الخير لا في عندي اشياء كتير حلوة يعني اليوم مثلا من بعد اختبارات مؤلمة من عيشة نتمنى نرجع نعيش السلام اللي قبل مثلا اذا مرض ابني ايه بقول يا رب رجع لي صحته وما بدي شيء بقى بكتشف انه السلام كان بين ايدي بس انا ما كنت قاشعه ما كنت عارف قيمته اذا بيطيب ابني بحس الفرحه ملكتني شايف كيف؟ او بالشكر تدوم النعم الحياه ما, ما بتعلمك مشكور. هيك. الله بيعلمك تشوف هذا الشيء شفت كيف؟ فاذا القيامه القيامه اليوم نحن ناطرينها قيامه انسان بيقشع بطريقه ثانيه كنت عم تقول تلاميذ كانوا مجتمعين وناطرين النظرة الجديدة للامور نعم ناطرين هالانبعاث هال... شو عملنا؟ اثنين البعوث اثنين البعوث هي؟ صح هيدي ده... هي انطلاقه جديده بس بعد القيامه؟ في انسان لازم يظهر من البيت بطريقه ثانيه كنت عم بقول لهم هديك النهار بالوعظه هيك بلشنا الوعظه بصباح النور ومده الوعظه تنوصل انه عن جد هذا الصباح بالذات صباح الفصح صباح النور هو صباح حلو؟ النور صح كل يوم بثق النور من القبر بس توعى تصلب ايدك على وجهك مع كلمة صباح النور تتذكر انه بداية نهارك هي من هالنقطة الملك عم يحكيك عم يقلك طلع روح وبشر وخبر الناس انك لقيت القبر فارغ خبرهم انه الحب انتصر وانه الحياة انتصرت هيك لازم يكون نهارنا انت عم تحكي يعني صورة تشبيه بس كيف بأرض الواقع يعني انا ما اقول لهم هذا الحكي طبعا بس في يعيشوا قدامهم لحتى يشوفوه فيي ويعرفوا انه حقيقة المسيح قام وانا كمان فريدم انا عمل لي قيام جديدة بحياتي شغلتين نحن بنقدر نبشر فيهم الناس جورج الحب والحرية الحب وقت اللي بحبه. الحب وقت اللي عملن شوك بمحبتي لإلن اكزاكتلي exactly. بيكونوا متوقعين شي انا بعطيهم اوفر خيي انت ما عم نقدر نتوقع نفهمك توقعت اه مثلا ظلمتك تغضب علي انو بس اه انت عم تحبني exactly. ليه؟ انه اه فكرت مثلا اذا انا موظف اه ف... كيف فكر انه مثلا رايح يجيب شيء لقله من الدكان او من الكافيتيريا فكر فيه سالني بجيب لك شيء معي؟ ايه شفت زعلان شفت زعلان ترك مكتبه بقول له اه ليك بيك شيء اليوم حسك زعلان طيب هول المبادرات الحلوه الصغيره هول بيعبروا عن ايماننا مش اجي قدامهم انا حاطط ر... علامة الصليب رماد عمل هيك وعيب انا مرمد شو مرمد الصليب هو الحب هو توب الحب وفوق فعلا راس هو علامه بذل الحب تبع يسوع على الصليب هو علامه آه تاني سؤال حابب استفسر منك كتار منا صار عندن هيك الصوم عادي يعني مثل تقليد حلو انه يلا انت عن شو صايم؟ انا مثلا كذا انا بياض ولحمه انا عم نتحدى بعض مين مين صار اقوى بالصوم وقدام مضاين هال يوم وكل هالقصص بس خلص الصوم رجعنا لحياتنا العادية واحد. رجعت النميمة رجع الغضب رجع التعصيب رجع عدم الاستسلام أو التسليم بالأحرى لمشيئة الله رجعت لكل الأمور اللي كنت عم بجاهد فيها بوقت الصوم كيف في أثبت يعني كيف في ضل عايش حالة الفضيلة بالصوم ما بعده جورج أول شيء بدي يكون في قرار جواتي أنه أنا ما رجعت لحياتي، ما بدي ارجع لحياتي السابقه. يعني انا مفروض كون بالصوم حاطط بعض النقط عم اشتغل عليها. صحيح. اوكي؟ والا ما الو معنى اذا ما بدي اوصل للفضيله. اكزاكتلي بتتذكر باول الصوم عملنا حلقه وحكينا انه هالمسيره هذه كان الصوم ثلاث ايام لما بده يطلعني بنتيجه ولكن اخترنا يكون هالقد طويل تيكون نوع من البراكتس حط قدامي اشياء معينه بدي اتخلص منها بذات الوقت بحط اشياء معينه اشتغل عليها تكون عندي اياها شفت كيف؟ يعني انا بحط قدامي انه مثلا اقرا كل يوم الانجيل ربع ساعه الصبح و... وربع ساعه عشيه مثلا ايه؟ طيب مش بس لحتى بس يخلص الصوم بطل اعمل العادي لا شو هي العادي جورج؟ هي الشيء اللي بتتعود تعمله كل يوم وبعدين خلص صار جزء من حياتك بطل بده مجهود ليش؟ لانه صار عادي نعم صحيح انا معود نيم بعد الظهر مثلا خلص جسمي صار بيطلب يعني إذا كنت عم بقرأ الإنجيل كل يوم بالصوم لازم يستمر حياتي كل يوم نعم. أنا معود نام بعد الظهر صار جسمي يطلبه يعني وقت صرت أوصل لساعات بعد الظهر نعم. بحس وكأنه جسمي خلص بده ينام تماما هيك لازم أكون أنا حطيت قدامي بروجرام مثلا صرت أقرأ بالإنجيل صرت أصلي مع عيلتي إيه لحتى خلال هالفترة تصير عادي وبس تخلص فترة الصوم بده يرجع أكيد بروجرامي بشكل أو بآخر حياتي العادية ولكن أنا شو بكون أخذت صارت روحي عم تطلب إيه هالعادة صار أنا بدون جهد حقيقة. بدون, بدون, جهد تماما مثل بنوقف الكلام البذيء مثلا بنوقف المثبات مع انه هيدي لازم تكون وقفة باي وقت الزنا الادمان المخدرات بيكون في فوكس, إيه في فوكس معين انه انا بدي وقف هالقصص او هالعادات ايه وبقدمها للرب بقول له انا رح شد كل جهدي واعطي كل حالة لحتى اوقف هالعدد تبس طيب بس اوصل للنهايه جورج اللي البدايه مع القيامه انا خلص صرت انسان جديد وبطل بده مني هالمجهود هل هلا بدي اقول نقطه كمان اوقات نحن بنظلم حالنا شوي او بنجلد حالنا ليكوا الشيطان شو بيجرب يعملكم بيجرب يثبت لكم انه انتم سقطتوا وخصوصا بعد الصوم رجعتوا لحياتكم القديمة من كل عقلك بدك تتغير؟ لا الانسان ما بيتغير، كل انسان بيقول الانسان ما بيتغير، ايه؟ يفتقد لاي ذره من الايمان. لانه ربنا اله التغيير. شو معناتها علاقتي بربنا؟ اذا ما بدي اطلع بتغيير معه كل يوم، لك انا كل يوم انا بقدر اتغير. كل يوم بقدر اخطوه خطوه، والشيطان عشو شو بيشتغل؟ على بالذات، وقت بيقلك انه انت منك قدران تقرب، وقت بيجرب يقنعك أنه لا لا هو هي ذاته، الإنسان ليك شفت؟ شفت؟ جربت أنت تسكت وما تسب؟ لك كيف بلحظة غضب رجعت، مثل واحد قال لي وقفت الصوم لأنه كفرت. إيه أنه قال فطرت يعني. قلت له يعني هلا أي أحلى؟ شو بعرف؟ لي. أي بيكون بيبسط الله أكثر. إيه أو أخف على ربنا إذا أنت كفرت ووقفت صيامك أو إذا كفرت وما إيه استيقست كفيت الصيام وقلت وقلت لا ما بدي إيه ييأس او انا عم ضل اختي ما بدي فوت على الكنيسه هلا إيه الافضل انه الافضل والصح انه انا بالعكس ما اغلط ولا ولا اعمل اي زله ولا اكفر ولا شيء ولكن الشيطان بيجيك من بعض الاخطاء بتطلع منك حتى يثبت لك انه ما فيش امل لانسان جديد يولد فيك ايه وربنا هو اليه الرجع هو اللي بيقول لك لا يمكن دوت صحيح بتقدر تعملها صحيح ما تخلي حدا يقنعك انه انت ما فيك تقدم خطوه لقدام وشغله ثانيه كمان والاخيره رح تكون لان خلص الوقت اكزاكتلي <applause> جورج دائما في تقدم دائما في تقدم ولكن التقدم نحن ما بنقدر نقشعه يعني نحن اوقات نطلب من ربنا يصبر علينا بس نحن ما بنكون صبورين على حالنا بدنا حالنا نصير قديسين بيوم يومين بدك تطول بالك على حالك هذه مسيره لاخر يوم بحياتك. وفي تقدم في تقدم بس ما بنقشعه يعني. صحيح ايه يعني مين قال لك انه انت بهالصوم ما تغيرت؟ مين قال لك ما صرت تحب اكثر؟ مين قال لك لولا هالصوم يعني نحن كلنا مفروض بالصوم جورج بنكون لاخر نفس في غضب جوات فوق قلبنا مزبوط صحيح. مين قال لك لولا هالصوم هالغضب شو كان عمل فيك كان كبير وهيك انت ما تقول شو عمل فيه الصوم انت قول بجوز لولا هالصوم انا شو كنت وين كنت صرت بغضبي او كنت بحقدي بحق بانفعالي بهالضغوط اللي صح ما تنسوا انه الصوم اخذكم مشوار بعدكم شوي عن الدنيا ما تنسوا انه هالصلوات اللي عملتوها وسمعتوها وقريتوها ما تنسوا هالحضور الله بحياتكم بفتره الصوم اكثر انه كمان بشكل من الاشكال لمس حياتكم سو كمان مطلوب مني تول بالي وما انه يعني خلص الصوم انا صرت وصلت للقداسه، يا ريت وصلت للقداسه ولكن نطول بالنا على حالنا ايه ما بنعرف نحن بعيون ربنا بجوز عملنا فشخه كثير كبيره لهيك بده كل شخص مؤمن مرشد هيك مثل حضرتك يكون عم بيطمنه ويضوي على الاشياء اللي تقدم فيها انا بدي اتشكرك على هالمقابله بعد جوش. عندي كتير اسئله كان يعني عن دور العذراء بحياتنا لنسبه بالايمان عن دور الروح القدس اللي حل على التلاميذ واعطاهم هالشجاعه والقوه انه يكونوا بشاره وانا بدي ادعيكم وادعي حالي نكون نحن صوره حيه لقيامه المسيح بحياتنا اليوميه ولو قيامة المسيح لكان ايمان كل مسيحي باطل وهيدي قالها إيه مربولوس استعاره ف ونحن كلنا فينا نعيش هالقيامه ونرجع نبعث قيامه المسيح بحياتنا لحتى تنعكس على الاخرين ونكون شهود حقيقيين لإله لا. بنسمع ترتيله للاب بيتر حنا وبنرجع بنتابع فقراتنا بعد البريك أيها الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية ليدخل ملك المجد، من هو ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد نمصي زوين كارسا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولا به المسيح قام بالبيت